برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب شارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي لممثلي المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان توحيد الرؤى الخليجية وذلك تمهيدا لاجتماعات الجمعية التاسعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة المنعقدة في جنيف أكتوبر الجاري يذكر ان رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطن والامه بدول مجلس التعاون قد اتخذوا قرارا في اجتماعهم الدوري السابع عشر ينص على وضع اليه عمل لعقد اجتماعات تنسيقيه على هامش المحافل البرلمانيه الدوليه لتوحيد المواقف والرؤى متى ما دعت الحاجه لذلك